حمودة براح مدينة السوقر في ولاية تيارت، لا تراه إلا وهو يحمل مكبر الصوت ينعي الموتى كمهمة أساسية، لكنه لا يكتفي بنقل خبر الوفاة ومواعيد الدفن وعنوان أهل الميت، لكنه يعظ الناس ويوصيهم بالآخرة خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، يا جماعة صلوا على النبي، الدنيا هذه ما كان والو، لابد من الموت، اتكاكاو الله ينعل الشيطان، لابد من الموت، ما بدي معك والو إلا الموت، لا مال لا بنون إلا الموت. حكايته مع التبراح تبدو غريبة. ملا كيخرج لاتيت قعدت مدة، وعدت 4 أشهر 5 أشهر في المنام، نزل عليا روية في المنام، الشعب دار بيا وانا نزقي، كي صباح كي رحت للإمام قال لي راك براح، كي قعدت براح صدقت لي هاد التبريح. واثق من نفسه إلى حد بعيد كشخصية لامعة. وسائله بسيطة، مكبر الصوت والميكروفون وهذه البطارية. الجيران الفاخورون بحمودة متعاطفون معه أيضا. حمودة جارنا والبراح تاعنا وصبي بليزير، كي رانا نسموها كالناس اللي تتوفى وتموت، وهو كل يوم يخبرنا بالشي اللي كاين. مهما يكن يبقى البراح وسيلة إعلام مهمة وشخصية لها اعتبارها في المجتمع رغم اندثار المهنة في معظم المدن والقرى. الحجر وعبد الوالدين يعمل للسينة جاء فلاس بالعيشة والمنصور العايدي رايد سينة العشرة في مقترب.